في ليلة من ليالي أكتوبر من العام 75-900 غير بعيد عن المقبرة في أحد أحياء تطوان، تجمع عدد من المتسكعين والهامشيين. كانوا يتخذون من بناية خربة مقرا يلتقون فيه كل مساء، حيث يتعاطون شرب الخمور. كانوا يقضون نهارهم إما في العمل كحمالين في السوق أو في النشل والسرقة تحت تهديد السلاح، وكانوا يشترون الخمر من تجار تخصصوا في بيع الخمور المهربة من سبتة المحتلة. ومع أن المكان كان بعيدا إلى حد ما عن الدور السكنية، فإن صراخ أولئك المتسكعين والضجيج الذي كانوا يحدثونه كان يتناهى إلى أسماع السكان وهم في بيوتهم. وكم كان محرجا للآباء والأبناء على حد سواء سماع تلك الكلمات النابية التي كان يتلفظ بها أولئك المتسكعون والهامشيون حين تلعب الخمرة برؤوسهم. كثيرا ما رفعت شكايات إلى السلطات، وكثيرا ما تم التدخل والقبض على بعض من أولئك المتسكعين، ولكنهم لا يلبثون أن يعودوا إلى جوار المقبرة وإلى عاداتهم. تلك المسامرات كانت كثيرا ما تنتهي بمشاجرات بل ومعارك بين المتسامرين، غالبا ما يتنفس الصبح عن وجوه علتها كدمات بادية وعيون منتفخة تشهد على أن صاحبها نال من اللكم والضرب ما نال. كانوا يصبحون هناك وقد افترشوا قطعا من ورق الكرتون والتحفوا أسمالا بالية، وحين يكون الجو ماطرا فإنهم يلفون أجسادهم بما تيسر لهم من أغطية بلاستيكية. في تلك الليلة من ليالي أكتوبر من العام 75-900 تحلق الهامشيون والمتشردون حول نار أشعلوها في قطع خشبية. كانت ليلة باردة وجاءوا بخمورهم. كانوا في أغلبهم شبانا ذوي بنيات عضلية قوية تتلأم مع أصواتهم المزمجرة حين يتبادلون الشتائم والسب، ولكن أحدهم كان يتميز عنهم بنحافة جسمه وبنيته الضئيلة، وتبعا لذلك فإنه كثيرا ما كان هدفا بسبب أو بدون سبب. ما يميز هذا المتسكع أيضا عن بقية المتسكعين أنه لم يكن يعاقر الخمر، ليس إيمانا وتقوى، بل لأنه كان يعوضه بالكيف، ولذلك في كل جلسات الرذيلة تلك كان يظل ممسكا بالسبسي. كان يشرب جرعات متكررة، وفي ظلمة الليل كان يحدث وميضا متوهجا. كان النحيف معروفا بين رفقته بلقب الزواق، ومعناه بالفصحى الزئبق، وقد اكتسب تلك الكنية لأنه كان يتميز من بين من يتعاطون السرقة بالنشل بسرعته في الإفلات ممن يريدون الإمساك به. في حدود منتصف تلك الليلة تناول المتحلقون حول النار كميات كبيرة من الخمر، ولسبب ما بدا لأحدهم أن يعبث بأضعافهم الزواق. تقدم نحوه وصفعه بقوة، حاول النحيف أن يحتج ولكن ما فاه به ضاع وسط قهقهات المعربدين. كان المعتدي ذو البنية المكتنزة يضحك ويتمايل لفرط ما تناوله من خمر. أمسك بملابس الزواق، أمسك به جيدا وعاود صفعه. تجمع وكأنه يحمي رأسه من السقوط، وبرغم ما تلقاه من صفع فإنه ظل ممسكا بالسبسي. على ضحك الهامشيين، وفي غفلة من ذي البنية المكتنزة أفلت الزواق وفر مسرعا نحو عمق المقبرة. ارتفعت أكثر قهقهات السكارى. ظن مكتنز البنية أنهم يسخرون منه، ولذلك بادر إلى اللحاق بالزواق، تبعه إلى المقبرة. هدأت ضحكات المتحلقين حول النار، وفي لحظة ما ساد الصمت، وفجأة جاءت من عمق المقبرة صرخة: الله عيني! بعدها لا شيء. كان الصوت صوت ذي البنية المكتنزة. نهض بعض المتحلقين حول النار وجروا إلى عمق المقبرة. كان واقعا على الأرض فاقدا الوعي، كذلك بدا لهم للوهلة الأولى. حاولوا إيقاظه ولكنهم ما لبثوا أن أدركوا أن صاحبهم قد مات.
في الصباح لما اكتشفت جثة ذي البنية المكتنزة حضرت الشرطة. تم رفع الجثة إلى مستودع الأموات. كان سكان الحي المجاور يعرفون أفراد تلك المجموعة، وقد ساعد ذلك المحققين في الوصول وبسرعة إلى أولئك المتسكعين واعتقال عدد منهم. قبل المساء كان الباحثون قد تمكنوا من إعادة تركيب المشهد قبل تلك الصرخة المدوية الله عيني، وعلموا أن آخر من احتك بالقتيل هو النحيف المعروف بالزواق. كل الشهادات التي استقاها المحققون وكل الأقوال التي أدلى بها المتسكعون مضت إلى أن الهالك سقط لسبب غير معلوم، وأنه فارق الحياة بسبب غير معلوم أيضا. في مستودع الأموات انتهى الطبيب بعد معاينة الجثة إلى أن الوفاة كانت وفاة طبيعية، وأن السبب على الأرجح إفراط ذي البنية المكتنزة في شرب الخمر. ركز المحققون، وهذا طبيعي، على الزواق، ولكنهم لم يحصلوا منه على أي إضافات، فقد ظل يؤكد أن ذا البنية المكتنزة بعدما لحق به سقط لسبب غير معلوم. ما كان يحير المحققين أن الطبيب الشرعي خلص بعد معاينة الجثة إلى أن الوفاة طبيعية. لم تكن الجثة تحمل أثر جرح أو ما يدل على أن الوفاة كانت ناتجة عن عنف ما. كانت جثة ذي البنية المكتنزة ممددة على طاولة التشريح. كان يبدو كالنائم، عيناه مغمضتان ووجهه خال من كل تعبير. في سياق الاستماع إلى أقوال رفقة الهالك، سجل العميد المكلف بالتحري حول هذه الوفاة أنهم أجمعوا على أن آخر ما نطق به ذو البنية المكتنزة الله عيني كانت صرخته الأخيرة. ظلت الصرخة تتردد في فكر العميد، كثف الضغط على الزواق الذي اعترف بأنه قتل ذا البنية المكتنزة، مضى إلى أنه قتله بسكين. كان العميد موقنا بأن أي سكين لم تستعمل في الاعتداء على الهالك وقتله، وكان هدفه أن يربك الزواق علّه يحصل منه على ما قد يكون يخفيه. باغته بأن سأله عن السكين التي استعملها في قتل ذي البنية المكتنزة. أجاب الظنين بأنه أخفاها في المقبرة. كان العميد يعلم علم اليقين أن الزواق هذا النحيف إنما اعترف بما اعترف به لتفادي التعرض لمزيد من الضغط، ولذلك أحضر مدية من عند جزار وكانت تحمل أثر دم، وأمر أحد مساعديه بدسها في مكان من المقبرة على أن يخرجها حين إحضار الظنين لإعادة تمثيل جريمة القتل المفترضة. في صباح اليوم التالي توقفت سيارات للأمن الوطني بالقرب من المقبرة. نزل العميد ومساعدوه، كان الزواق مصفدا. توجه الجمع إلى المكان الذي سقط فيه ذو البنية المكتنزة. هناك طلب من الظنين أن يعيد تمثيل الوقائع التي سبقت سقوط الهالك. في تلك الأثناء جاء أحد المفتشين يحمل السكين الملطخة بالدم. لما تسلمها العميد قال للزواق: الآن انتهى التحقيق، لقد اعترفت بأنك قتلته، وها هي أداة الجريمة بين أيدينا، سنحيلك على المحكمة التي ستحكم عليك بالإعدام. كان العميد يتحدث بهدوء. انفجر الزواق باكيا، قال إنه لم يستعمل السكين وإنه من الجبن بما لا يستطيع ذبح دجاجة. تلك هي اللحظة التي سعى العميد إلى الوصول إليها. تلك هي اللحظة التي استغلها ليطلب من الظنين أن يدلي بكل تفصيل حتى ينجو من حبل المشنقة. أعاد الزواق الحكاية كاملة، ولما بلغ تلك اللحظات التي هاجمه فيها ذو البنية المكتنزة قال إنه اتقى لكمة قوية وجهها إليه الهالك. قال إنه كان ممسكا بالسبس بيده، وإن ذا البنية المكتنزة تعثر لحظتها، وبينما كان يهوي دخل عود السبس في عينه، ولذلك صاح الله عيني قبل أن يسقط جثة بلا حراك. طلب العميد من الزواق أن يدله على المكان الذي أخفى فيه السبس. كان في جانب قبر غير بعيد، وكان به أثر دم. عاد العميد إلى مستودع الأموات وطلب إجراء فحص جديد لجثة ذي البنية المكتنزة. كشف الفحص أن بعينه اليسرى أثر مرور السبس.
كان الثقب غائرا أفضى إلى الدماغ، ولذلك كانت الوفاة مفاجئة. أقفل المحضر وتمت إحالة الضنين على النيابة العامة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.